السيارة الثانية خلف الشخص المعني. أول ما ينزل الشخص على طول قفل عليه. تمكنت بفضل من الله المديرية العامة لمكافحة المخدرات في محافظة جدة بعد رصد ومتابعة من القبض على 3 مواطنين بالعقد الثالث والرابع من العمر امتهنوا ترويج مواد مخدرة وضبط بحوزتهم على كمية من الميثامفيتامين أو ما يسمى الشبو وما يقارب 9 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر وقطع معدة للترويج بالإضافة إلى سلاح ناري من نوع رشاش وعدد 9 ذخائر حية وسلاحين أبيض وسيتم إحالتهم إلى فرع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.